بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة أبدا على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم جميعا أخوتي المتابعين الكرام الأفاضل في هذه الإطلالة الجديدة من برنامجنا حول أنظمة الغيبة والظهور وشؤون علامات الظهور. نتحدث في هذا اليوم عن سنن مختصة بالإمام عجل الله فرجه الشريف. هذه السنن ترتبط بالتكليف الذي يلحق المنتظرين من جهة، وترتبط بالإمام وشؤون الإمام عليه السلام من جهة أخرى. نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما جعل لكل شيء دليلا وعلامة حتى تستبين الأشياء، وحتى لا يكون للناس على الله حجة، الله سبحانه وتعالى يحتج على العالم، على الإنسان، أنه بعث إليه رموزا. هذه الرموز هي أدلة عليه، سواء كانت هذه الرموز أنبياء أو صياء أئمة. فلكل شيء ولكل شيء رمز، ولكل رمز دليل وإشارة، وعليه فإن هذه العلامات التي تشير إلى قرب ظهور الإمام عليه السلام هذه لابد أن تكون سنة ثابتة حتى لا يحتج الناس على الله سبحانه وتعالى أننا كنا غافلين عن أن يكون هذا الإمام مثلا. لأن أهل البيت عليهم السلام جعلوا هذه العلامات كدليل وإشارة حتى لا يكون للناس حجة، وحتى تستبين الأمور. ولكن هل هناك سنن متخالفة أو سنن متعاكسة مع هذه السنن، مع هذه العلامات، مع هذه الإشارات، أم أنها ثابتة فعلا؟ هل هناك أنظمة بديلة؟ هل هناك خطط بديلة، كما يقولون خطة ألف خطة باء مثلا؟ هل تجري هذه الأمور على قضية كقضية علامات الظهور أو لا؟ لا يخفى أن هناك عدة أنظمة تخص علامات الظهور، تخص شؤون الإمام عليه السلام. منها نظام الخرز، وهو نظام ثابت يرتبط بعلامات الظهور وسياق علامات الظهور. منها نظام البداء، وهو يرتبط بالتبدلات التي تحدث أو تطرأ على بعض الأحداث، على بعض العلامات، بحسب أحوال المجتمع، بحسب أحوال المنتظرين. هذا بالنسبة إلى البداء. هناك نظام الشبهة. نظام الشبهة كما جاء في الرواية إنما يظهر في شبهة ليستبين الاستبانة بعد الشبهة، لأن دائما الشك المنهجي كما يقولون هو مدعاة اليقين القطعي. فحينما يظهر الإمام عليه السلام في هذه الشبهة من أجل أن يكون مستبينا بعد الفحص، بعد الفهم، بعد فهم طبيعة هذا الظهور، طبيعة العلامات، من خلال أهل الاختصاص، من خلال رواة الحديث. ثم هل هناك سنن بديلة أو أحداث بديلة للأحداث الكبرى للإمام عليه السلام، للأحداث الثابتة المحكمة للإمام عليه السلام أم لا؟ مثلا نحن نعلم بالقطع واليقين أن الإمام سيظهر من مكة، وهذا واضح من سياق الاستفاضة في الروايات أن الإمام سيظهر من مكة. لكن هل من الممكن أن نتوقع أن هناك حالة بديلة لهذا الظهور، أن يكون يظهر من مكان غير مكة مثلا؟ هل هذا الظهور من مكة هل هو
محكم وثابت وقطعي وحتمي ولا يجري فيه البداء أم ماذا؟ وردت رواية واحدة في هذا المجال في تراث أهل البيت عليهم السلام، في غيرهم، عند غيرهم وردت كثير من الإشارات إلى هذا المعنى، لكن في تراث أهل البيت، في مرويات أهل البيت صلوات الله عليهم، وردت رواية تشير إلى ذلك، وهي في قوله الإمام الباقر عليه السلام، قال عليه السلام: إن كنتم تؤمنون أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه. الوجه بمعنى ماذا؟ بمعنى المكان الذي يأتي منه. الوجه يطلق على الأمكنة، تارة يطلق على الأمكنة، تارة يطلق على الطبائع، وهنا لا يقصد الطبائع وإنما يقصد الأمكنة. إن كنتم تؤمنون أن يجيئكم أو أن يجيئكم من وجه ثم جاءكم من وجه فلا تنكرونه، يعني هذا نهي من الإمام أنه لا تنكرون مجيء الإمام عليه السلام من مكان آخر غير الكعبة مثلا. لكن هذه الرواية هل تدل فعلا دلالة ثابتة محكمة أن الإمام قد لا يظهر من الكعبة، قد يظهر من مكان آخر؟ الرواية مجملة لكن فيها إشارة، الإمام يريد أن يقول أن هذه العلامات، أن هذه السنن الثابتة لابد أن يأخذها المؤمن على وجه الفهم الصحيح حتى لا يقع في الشبهة، حتى لا ينكر الإمام عليه السلام. لابد أن يفهم الأحداث ويستشرف الأحداث بشكل يستفهم الأحداث بشكلها المنطقي، بسياقها المنطقي، حتى لا يقع بمثل هذه الشبهات. كيف ذلك؟ بمراجعة روايات أهل البيت، بالاستزادة من روايات أهل البيت عليهم السلام، خصوصا في شؤون العلامات لابد أن يتمحض الفرد المؤمن بهذه الروايات، لابد أن يفهمها جميعا حتى لا يقع في مثل هذه الشبهات وهذه الامتحانات، لأن المؤمنين سيمرون بامتحانات صعبة من قبل الإمام عليه السلام. سيمر معنا أن هناك ثمة عدة امتحانات، عدة اختبارات من قبل الإمام لقاعدته الشعبية ولخلص أصحابه أيضا. لابد أن نفهم هذه الروايات ونفهم هذه الأنظمة بشكلها الصحيح من خلال رواة الحديث، من خلال متابعة الروايات بشكل مستفيض حتى لا نقع في الشبهات. فالعارف بروايات الظهور، روايات علامات الظهور، هو الأكثر نجاة، هو الأقرب للنجاة من هذه الفتن، من هذه الشبهات. هذه رواية عن زرارة بن أعين يقول: سمعت الصادق عليه السلام يقول: ينادي منادي من السماء إن فلان هو الأمير، وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون. قلت: فمن يقاتل المهدي بعد هذا؟ فقال عليه السلام: إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية. قلت: فمن يعرف الصادق من الكاذب؟ قال عليه السلام: يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون، ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون. فالناجي من الفتنة إذن قسمين: الأول هو الراوي لحديثهم، والثاني هو السامع والقائل بحدوثها قبل أن تحدث. معتقد بعلم ومن دون شك وشبهة أنه محق في اتباعه. أنه محق لاتباعه لأهل البيت عليهم السلام. إذن فالناجي من هذه الفتن، من هذه الشبهات، هو راوية الحديث والقائل بقولهم والموقن بهم وبعقيدتهم، يعني الشيعي الإمامي الاثنى عشري الذي لا ينحرف، الذي لا يقصر في حق أهل البيت ولا يغلو
بهم غلوا كبيرا. كل ذلك على أساس من العلم، من المعرفة، من الفحص والتفحص والتمحص في الروايات وبعلوم أهل البيت عليهم السلام. من هنا يأتي التوقيع الشريف من الناحية المقدسة صلوات الله عليه، يقول: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. الإمام الهادي ماذا يقول صلوات الله عليه؟ لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم من العلماء الداعين إليه والدالين عليه والذابين عن دينه بحجج الله والمتقدمين أو والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة كما يمسك صاحب السفينة سكانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عز وجل. إذا رواة الحديث حجة على الناس، رواة الحديث هم حجة على الناس من قبل إمام زماننا صلوات الله عليه. هؤلاء الرواة، هؤلاء العلماء، هؤلاء الداعون إلى الإمام عليه السلام، هؤلاء هم الدالون عليه والآخذون بأزمة قلوب ضعفاء الشيعة. لذلك يروي هشام بن سالم يقول: سمعت الصادق عليه السلام يقول: هما صيحتان، صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية. قلت: كيف ذلك؟ فقال عليه السلام: واحدة من السماء وواحدة من إبليس. فقلت: وكيف نعرف هذه من هذه؟ فقال عليه السلام: يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون. إذن هذه هي الفائدة من متابعة روايات علامات الظهور، هذا هو النفع من التفقه في علامات الظهور، هو أنك أيها المؤمن، أيها المنتظر، حينما تبدو الأحداث أمامك، حينما تتجلى الأحداث أمامك، ستشخص هذه الأحداث، ستشخص هذه العلامات. هذه العلامة متى ستبدأ؟ هذه العلامة ما التي سيلحقها؟ هذه العلامة على ماذا تشير؟ لأنك قرأت عنها، لأنك سمعت بها، لأنك فهمتها، لأنك تفقهتها، وبذلك لن تتيه عليك الأمور، وبالتالي ستنجو من الشبهات وستنجو من الانجراف نحو الرايات الضالة مثلا، وستشخص لك الرايات الهادية المهدية. لذلك وردت الكثير من الروايات حول الفتن التي تمر بالشيعة، الامتحانات والابتلاءات التي تصيب الشيعة، وذلك من أجل تمحيصهم، من أجل تصفيتهم، تمييزهم، تمييز المنافق من المحق، حتى يبرز المعسكران، معسكر النفاق ورايات الضلال، ومعسكر الهدى ورايات الهدى. كما ورد عن الكاظم عليه السلام قال: أما والله لا يكون الذي تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا وتمحصوا حتى لا يبقى منكم إلا الأندر، ثم تلا: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وكذلك ما عن جابر الجعفي عن الباقر عليه السلام: متى يكون فرجكم؟ فقال عليه السلام: هيهات هيهات، لا يكون فرجنا حتى تغربلوا ثم تغربلوا ثم تغربلوا، حتى يذهب الكدر ويبقى الصافو. والروايات في هذا المجال عديدة ومستفيضة. إذن هناك سنن، هناك فتن، هناك تكاليف لابد أن يتفقه المؤمن حتى يصل إلى الحقيقة، حتى يقع على حقيقة الأمر، حتى يميز الأحداث، حتى يفهم الروايات، حتى لا يقع في شبهات. هناك شبهات ستقع، منها شبهات تمهيدية أولية، ومنها شبهات من قبل الإمام عليه السلام، أو فتن وامتحانات من قبل الإمام عليه السلام لأصحابه. من هذه الفتن التي سيقع فيها الشيعة فتنة خروج الإمام عليه السلام شابا ويحسبون أنه شيخا كبيرا. يحدثنا الإمام الصادق عليه السلام يقول: لو قد قام القائم عليه السلام لأنكره الناس. ما هي علة الإنكار؟ هناك تعليل للإنكار، الإمام يقدم تعليلا، ما هي هذه العلة؟
يقول لأنه يرجع إليهم شابا موفقا. سبحان الله، يعني واحدة من أسباب إنكار الإمام أنه يرجع إليهم شابا موفقا، أنه يأتي إليهم شاب صغير السن وهم يحسبون أنه شيخا. لماذا؟ لماذا؟ من أين يأتي الإنكار؟ طبعا قطعا لا يأتي الإنكار من قبل الشباب. الشباب لا يهمهم أن جاء شيخا أو شابا، ولكن سيقع الإنكار من علية القوم، من الكبار، من المشايخ، من الكبار. هم الذين ينكرونه، ينكرون الإمام، أنه كيف يأتي شاب ونحن بهذا السمو من العمر، بهذه التجربة، وهذا الشاب هو الذي يقودنا. لابد أن يكون الإمام المهدي رجل كبير، كبير في العمر حتى ننقاد إليه. ربما هكذا سيكون الهاجس عند هؤلاء. وربما الكثير أيضا من الشباب ينكرونه، ليس بعيدا، ليس مستبعدا. إذن واحدة من أهم الفتن التي ستبتلي بها الشيعة أن الإمام سيأتيهم شاب. وهناك عدة روايات، ليست هذه الرواية فقط، عدة روايات في هذا المجال. في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام أيضا يقول وإن من أعظم البلية، من أعظم البلية، ما هي هذه البلية العظمى؟ أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا. إذن هذه بلية، يعني امتحان، وامتحان عظيم. من أكبر الامتحانات في بداية ظهور الإمام أنه يأتي شابا وهم يحسبونه أنه شيخا. إذن هذا الامتحان الكبير سيسقط فيه طائفة من الناس، طائفة من كبار الناس، من كبار القوم، كبار الشيعة سيقعون في هذا الامتحان، في خصوص هذه الفتنة. أيضا جاء في الرواية عن الإمام الصادق ويظهر في صورة شاب موفق ابن 32 سنة حتى ترجع عنه طائفة من الناس. رواية ثالثة، وعدة روايات أيضا. وهذا ما يؤكد هذه القضية، أن فتنة رجوعه شابا صلوات الله عليه ستكون فتنة كبرى وعظمى، ستسقط فيها طائفة من الناس، طائفة من أهل الحل والعقد أيضا، ليس فقط من عامة الناس. تذكر لنا أيضا الروايات، إضافة لكوني في منظر الشباب، أن أصحابه أيضا من الشباب، كما عن أمير المؤمنين عليه السلام: إن أصحاب القائم شباب لا كهول فيهم إلا كالكحل في العين أو كالملح في الزاد، وأقل الزاد الملح. ويقول الصادق صلوات الله عليه متحدثا عن أصحاب الإمام: بين شباب الشيعة على ظهور سطوحهم نيام، إذ توافوا إلى صاحبهم في ليلة واحدة على غير ميعاد فيصبحون بمكة. إشارة لأن أصحابه جميعهم أو جلهم من الشباب. إذن اعتراض المعترضين على صغر سن الإمام عليه السلام، أو أنهم يثيرون الشكوك حول هذه القضية، قضية عمر الإمام عليه السلام، أو الطعن به أو إنكاره حين ظهوره، ليس أمرا جديدا على حجج الله سبحانه وتعالى. وقع هذا الأمر في التاريخ كثيرا، وقعت فيه امتحانات كثيرة لأمم سابقة، واجهوا أهل البيت عليهم السلام في أكثر من مرة، كان أعداءهم لعنهم الله، وكذلك أصحاب القلوب الميتة يثيرون مثل هذه الشكوك، مثل هذه الزوابع بين حين وآخر حول إمامة أهل البيت عليهم السلام بسبب أعمارهم وصغر أعمار. كما ورد في مثلا في قضية اليهود حينما أنكروا عيسى عليه السلام فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ أو في قضية النبي يحيى عليه السلام، أو في قضية
انذار العشيرة بالنسبة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم حينما أنذرهم بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام وكان صغيرا، مما جعل القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب قد أمرك أو أمرك أن تسمع وتطيع لهذا الغلام. واتخذ أهل السقيفة، أهل الانقلاب من أهل السقيفة هذا الأمر ذريعة أيضا، فزووا الخلافة عن أمير المؤمنين عليه السلام بهذه الحجة، بحجة أنه صغير السن، وقالوا الأمة لا يمكن أن يقودها شخص بهذا العمر، هي بحاجة إلى شيوخ أكفاء يستطيعون أن يقودونه بمحض تجاربهم العمرية مثلا. هكذا كانوا يحتجون في قضية صغار السن بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، بل إن الإمام عليه السلام سيختبر أصحابه وجيشه وشيعته في أكثر من مورد، في أكثر من مرة، وستسقط جموع الناس في هذه الاختبارات، هذه الامتحانات. مثلا يحدثنا عبد الله بن أبي عفور يقول: دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام وعنده نفر من أصحابه، فقال لي: يا ابن أبي عفور، هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم، هذه القراءة التي يقرأها الناس، يعني هذا القرآن الموجود، هذا المصحف الموجود. فقال عليه السلام: عنها سألتك ليس عن غيرها. فقلت: نعم، جعلت فداك. ولم، يعني لماذا تسأل هذا السؤال؟ قال عليه السلام: لأن موسى عليه السلام حدث قومه بحديث لم يحتملوه عنه، فخرجوا عليه بمصر، فخرجوا عليه بمصر فقاتلوه، فقتلهم. ولأن عيسى عليه السلام حدث قومه بحديث فلم يحتملوه عنه، فخرجوا عليه بالتكريت فقاتلوه، فقتلهم. وهو قول الله عز وجل: فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وإن أول قائم يقوم منا أهل البيت، وإن أول قائم يقوم منا أهل البيت يحدثكم بحديث لا تحتملونه، فتخرجون عليه برميلة الدسكرة فتقاتلونه فيقاتلكم فيقتلكم، وهي آخر خارجة تكون. هنا تعليق أيضا للشيخ المجلسي على هذا الحديث، على هذا الخبر، يقول: قوله ولما، أي لماذا لم تسألني عن غير تلك القراءة وهي المنزل التي ينبغي أن يعلم. فأجاب عليه السلام بأن القوم لا يحتملون تغيير القرآن ولا يقبلونه، واستشهد بما ذكره. التفت لهذا القول: يحدثكم لا تحتملونه، تخرجون عليه فتقاتلونه فيقاتلكم. هذه الصياغة، صياغة المخاطبة، ضمير المخاطبة، ماذا يعني؟ يعني أنه يحدث الشيعة، الإمام عليه السلام هنا يحدث الشيعة أنه أنتم من تخرجون في رميلة الدسكرة، أنتم من تقاتلون الإمام عليه السلام. لكن نحن نعلم في روايات أخرى أن شعارات خارجة رميلة الدسكرة، ما هو شعارهم؟ شعارهم يا عثمان. فهناك طائفة من الشيعة سيرجعون إلى عثمان ربما، لأن هناك تذكر الروايات يوم الإبدال يخرج قوم من شيعة الإمام ينزاحون إلى السفياني، ويخرج قوم من شيعة السفياني ينزاحون إلى الإمام عليه السلام. وبالتالي لا نستغرب أن هناك طوائف من الشيعة تسقط بالامتحانات سقوطا عقائديا مدويا، انحرافا كاملا، ليس فقط سقوطا فلنقل هكذا تخاذليا استخذائيا. هناك من يستخذي، يتخاذل، يجبن، يسقط، هو يبقى على عقيدته لكنه يجبن، ربما يسقط، لكن هناك من يسقط سقوطا عقائديا كاملا، أي أنه ينحرف عن العقيدة الحقة ويكون ضد الإمام. هنا هي المسألة، هي هنا هذه المشكلة الكبرى. لذلك لابد أن نتفقه في هذه القضية، قضية علامات الظهور، لابد أن نتفقه كثيرا في مسألة الإمامة،
في مسألة التثبت على الولاية، في مسألة البراءة، ثقافة البراءة من المهم أن نتثبت عليها، من المهم أن نفهمها، من المهم أن نتفقه فيها تفقها كاملا، ومن المهم أن نتفقه في أمور الدين، في أمور الأخلاق، في أمور التصبر والصبر على الشدائد وعلى البلايا. هذه الأمور هي التي تميز بين الحق والباطل، هي التي تجعل من المؤمن ثابتا وقويا في إيمانه، في دينه، في عقيدته. أيضا عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمع، ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأثم؟ فقال عليه السلام: لا، اقرأوا كما تعلمتم، فسيجيئكم من يعلمكم. أي يتحدث عن الإمام المهدي عليه السلام، ويتحدث عن أصحاب المهدي الذين سيعلمون الناس عند مسجد الكوفة في فساطيطهم، سيعلمهم العجم كما وردت في بعض الروايات. أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام، جاء رجل قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام: وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، يعني ما يقرأها مدرسة أهل الخلاف الخلفاء. فقال أبو عبد الله عليه السلام: كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم. هذه توصية من الإمام، أنه اقرأوا هذا القرآن الذي عند الناس حتى يقوم القائم. فإذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حده، وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. وقال: قد أخرجه علي عليه السلام إلى الناس حين فرغ منه وكتبه، فقال لهم: هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد صلى الله عليه وآله، وقد جمعته من اللوحين. فقالوا: هو ذا عندنا مصحف جامع فيه القرآن، لا حاجة لنا فيه. فقال عليه السلام: أما والله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه، حينما رفضوا القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام واستكفوا بالقرآن الذي جمعه عثمان. إذن ليس مستغرب أن يلقى إمامنا عليه السلام ما يلقى من الشيعة ومن الناس ومن الخارجين عليه، لعدة محطات من الامتحانات والاختبارات التي تمر عليهم. كما جاء عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: القائم يلقى في حربه ما لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله، إن رسول الله صلى الله عليه وآله يعبدون، أتاهم وهم يعبدون حجارة منقورة وخشبا منحوتة، وإن القائم يخرجون عليه يتأولون عليه كتاب الله ويقاتلونه عليه. هذا فيه كفاية وعبرة أن الناس سيتأولون القرآن على الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. لماذا يتأولون القرآن؟ لأنهم يقرؤونه كما قرأه الناس، بينما الإمام يأتيهم بقرآن علي عليه السلام. وحتى هذا القرآن الذي يقرأه الناس يحتج به الإمام عليه السلام عليهم، لكنهم يتأولونه عليه، وبالتالي لا يأخذون دينهم من عين صافية، بل يأخذونها بالتأويل، ويقابلون الإمام ويحتجون عليه بالتأويل. وهذه البلايا والفتن التي تمر بالشيعة وبغيرهم من الفتن التي والامتحانات التي يمرر الإمام شيعته فيها والناس جميعا، هي كثرة القتل. الإمام سيأتي بامتحان آخر، بامتحان جديد، وهو أنه سيكثر القتل في المنافقين، في الكافرين، فيعترض عليه كثير من الناس. عن الإمام الباقر عليه السلام: يملأ الأرض عدلا وقصرا كما ملأ ظلما وجورا، ويفتح الله له شرق الأرض وغربها، ويقتل الناس حتى لا يبقى إلا دين محمد. وعن الصادق عليه السلام: ويقتل حتى يقول الجاهل: لو كان هذا من ذرية محمد لرحم. وعن الصادق عليه السلام أيضا: يقتل القائم عليه السلام حتى يبلغ السوق، فيقول له رجل من ولد أبيه: إنك لتجفل الناس إجفال النعم، فبعهد من رسول الله صلى الله عليه وآله، وبماذا؟ قال: وليس في الناس رجل أشد منه بأسا. فيقوم إليه رجل من الموالي فيقول له:
لتسكتن أو لأضربن عنقك. فعند ذلك يخرج القائم عليه السلام عهدا من رسول الله صلى الله عليه وآله. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: بين الرجل على رأس القائم يأمر وينهى، إذ أمر بضرب عنقه، فلا يبقى بين الخافقين شيء إلا خافه. ومن السنن، من سنن الانتقام والقاتل، هو أخذه للثأر الإمام الحسين عليه السلام حينما يطلب الثأر لجده الإمام الحسين صلوات الله عليه. سيكثر القتل في ذرار قتلة الإمام الحسين عليه السلام، وفي من رضي بقتل الإمام الحسين عليه السلام. فلقد جاء في زيارة سيد الشهداء عليه السلام يوم عاشوراء، والمعروفة بزيارة الناحية المقدسة، قال عليه السلام: فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك، وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. يقول الإمام الصادق عليه السلام: يا أبا محمد، إنه يخرج موتورا، يتحدث عن صفة الإمام الحج عليه السلام. يا أبا محمد، إنه يخرج موتورا غضبان أسفا لغضب الله على هذا الخالق، يكون عليه قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي عليه يوم أحد، وعمامته السحاب، ودرعه درع رسول الله صلى الله عليه وآله السابغة، وسيفه ذو الفقار، يجرد السيف على عاتقه 8 أشهر، يقتل هرجا. وعن الصادق عليه السلام في وصف أصحاب الإمام: يدعون بالشهادة، يدعون بالشهادة، ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، وشعارهم: يا لثارات الحسين. وهكذا سيكون الإمام عليه السلام هو الطالب بثأر جده أبي عبد الله سيد الشهداء عليه السلام. هكذا هي سنن القائم عليه السلام. تحدثنا عن نزر يسير منها، وهناك الكثير والكثير من هذه السنن، من هذه الفتن، من هذه الملاحم، من هذه البلايا، ومن هذه الامتحانات التي ستمر على الناس وعلى الشيعة بالخصوص. نتحدث عنها وعن تفاصيلها بشكل أدق وأعمق في حلقات قادمة إن شاء الله. فإلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم. دائما نقول: اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج، اللهم عجل وليك الفرج.